عن إبراهيم هو إبراهيم النخعي الكوفي وهو من كبار الفقهاء قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. الكراهة هنا يراد منها التحريم لأن عرفهم في الكراهة هي كراهة التحريم كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقال تعالى لما ذكر عدة محرمات قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها.